كل دول العالم في إيد الله إلا مصر في قلب الله. حوار خاص، قداسة البابا توادروس، حوار من القلب مع الدكتورة درية شرف الدين. هاي بتقضي العيد فين وازاي؟ بالليل طبعا بنفطر سوا، الصبح بيبقى استقبال مسؤولين وجزء كبير من الشعب. المسؤولية. قداستك كنت تتوقع هذا؟ لا. رد الفعل الأول عن هذا الاختيار؟ ما كنتش أتمنى. ليه؟ مسؤولية كبيرة إنه يقال للبابا البطريرك إن دم كل إنسان من شعبك يطلب منك، في عبارة أصعب من كده؟ المرأة في الكنيسة. لماذا الراهبات بيتوقفوا عند مرحلة معينة؟ إن السيد المسيح اختار تلاميذه كلهم رجال. كان العهد عهد سطوة الرجال. ما سطوة الرجال دي على طول. الإبراهيمية، الأديان الثلاثة. فكروا إن الديانات اللي احنا بنسميها الديانات السماوية إن منشأها إبراهيم أبو الآباء. زيارة المصريين للقدس. زرنا الرئيس أبو مازن قال كده، عدم زيارتكم للقدس عقاب للسجين مش للسجان. لم يعد هناك مبرر لمنع الزيارة. فيها حاجات حلوة. الأغنية اللي بتقول فيها حاجة حلوة. أيوة. هي أغنية جميلة، بس يعني كلمة حاجة حلوة حاجة واحدة لا. حاجات. يوم أعتقد ليس له مثيل في التاريخ المصري، وفخر للجمهورية الجديدة. لو دورنا على شعب في العالم يكون بأصالة وحلاوة المصريين مش هنلاقي. حوار خاص غدا 7:00 مساء على قناة مصر الأولى.